أم وافية مطلت مهلت بالحضور رحبت بضيوفها وكل غالي جالها يالله انك تجعل ايامها كله سرور يالله انه ما تشوفها الكدر بعيالها اسبقوها بالمباخر وزيدوها بخور صبوا القهوة وصفوا لهم بدلالها والعروس الليلة يا جعلها فرحتي اللي دافعتنا الدخول طالها اخوانها اللي على العز وافين الشبو كل منهم الارتكال الصعايب شالها وافي يشهد انه وافي وفي كل الامور منهج علوم المراجل وطيب خصالها العضيد اللي على خوه بالجزره يشوف غيمه من الجود دايم يهب خيالها عبدالله بزين السجايا وبطيب مخبور المكارم والمراجل شرب فنجالها كان جينا للمواقف ودقت الصدور كلمته يشهد لها الفعل لا من قالها نسل شيخ بالمهمات التواصل سلطان الله مواقف قريب تالها أساسهم معدن ذهب طول عمره ما يبو الميزانية اللي تنامس فعول رجالها ربيت فيهم من العين وصدوف الشروق غيمة الفرحة عليهم يدوم ظلالها أم وافية مطلت مهلت بالحضور رحبت بضيوفها وكل غالي جالها يالله انك تجعل ايامها كله سرور يالله انه ما تشوفها الكدر بعيالها اسبقوها بالمباخر وزيدوها بخور صبوا القهوة وصفوا لهم بدلالها والعروس الليلة يا جعلها بخير وسرور مناوية اللي دافع عطرها الدخون قبالها اخوانها اللي على العز وافين الشبو كل منهم الارتكال الصعايب شالها وافي يشهد انه وافي وفي كل الامور منهج علوم المراجل وطيب خصالها العضيد اللي على خوه بالجزره يشوف غيمه من الجود دايم يهل خيالها عبدالله بزين السجايا وبالطيب مخبور المكارم والمراجل شرب فنجالها كان جينا للمواقف ودقت الصدور كلمته يشهد لها الفعل لا من قالها نسل شيخ بالمهمات دايم لحضور سلطان اللي له مواقف قليل امثالها اساسهم معدن ذهب طول عمره ما يبو الميزانية اللي تنامس فعول رجالها